نروح لموضوع مهم جدا من الموضوعات اللي تشغل او بتطلع من آن لآخر على السوشيال ميديا العالمية. بنتكلم على ألعاب الموت. فاكرين اول كان الانطلاق او يمكن اول حاجة كنا سمعنا عنها الحوت الأزرق اللي هو أدى إلى أو خلى مجموعة كبيرة أو يعني نقول عشرات، بس العشرات طبعا من الشباب أو من الأطفال طبعا ده رقم ولازم ناخد بالنا، خلاهم ينتحروا. بعد كده مرورا بأكتر من تحدي، في تحديات طبعا ما كانتش بتبقى خطرة جدا بس برضو ممكن بتحمل بعض الخطورة، تحدي الجردل بتاع التلج اللي كانوا عملوه ناس كتير جدا من الممثلين والمطربين والمشاهير، عشان كده بنناشدهم يا ريت مثل هذه التحديات يبعدوا عنها علشان هم بيبقوا مثال للعديد من الأطفال والمراهقين. المهم وصولا بقى للعديد من التحديات التانية، يمكن التحدي بتاع الاختناق اللي كان في فترة من فترات الطفل أو المراهق بيحط حزام أو وشاح حوالين رقبته ويجرب إيه تجربة الاقتراب من الموت او ان هي الشنق بس ما يصلش، مفروض ان هو ما يصلش للموت، لكن طبعا في شباب كتير واطفال كتير للاسف فقدوا حياتهم. النهارده بنتكلم عن تحدي تاني برضو عمل العديد او العشرات من الضحايا ما بين الاطفال او المراهقين، اسمه تحدي العتمه او تحدي الوشاح. التحدي ده واحد بيبتدي يكتم نفسه ويجي حد تاني علشان يعني اكتر فترة زمنية المفروض ان حضرتك هتقدر تكتم نفسك فيها اللي هو الطفل او المراهق ده، ويجي واحد تاني من اصدقائه يضغط على صدره، يعني انتوا متخيلين القصة، يضغط عشان يضمن ان هو ما يتنفس لغاية بقى ما يفقد الوعي والمفروض ان هو يفضل على قيد الحياة. طبعا بتأدي للعديد زي ما قلنا لحضراتكم من الوفيات ما بين الأطفال ما بين المراهقين، انتشار كبير بتبقى مش بنتكلم على تطبيق بعينه، لكن في يعني التيك توك معروف يعني من التطبيقات اللي بشكل كبير جدا بنلاقيها مثل هذه التحديات بتنتشر بشكل كبير قوي عليها. خلينا نعرف الناس دي بتسيطر ازاي على عقول الشباب، بتصل ازاي للأطفال بمثل هذه الأفكار المغلوطة ومثل هذه التحديات اللي بتصير جواهم نوع من انواع ان هو طب ما اجرب واشوف ايه اللي هيحصل، يعني خصوصا ان هو بيقول له بقى ان انت هتمر بتجربه شعوريه لم يسبق لها مثيل واحساس مميز مش عارفه ايه وحاجات كده بيلعبوا على نفسيه الطفل. حاجه تانية كمان نتكلم الامهات والابهات لازم تاخدوا بالكم من عيالكم. معانا على التليفون الدكتوره سهام حسن اخصائي نفسي وتعديل سلوك الاطفال، هنعرف منها العديد من التفاصيل ازاي نحارب الافكار دي من الوصول لاطفالنا وازاي هم بيقدروا يوصلوا لعقولهم. صباح الخير يا دكتور واهلا بحضرتك. صباح النور وصباح النور على كل المشاهدين. دكتور في الاول خلينا نتكلم على نفسيه الطفل ونفسيه المراهق، ازاي بيقدروا من خلال مثل هذه التحديات ان هم يوصلوا لهم، ان هم يسيطروا عليهم، ان هم يدفعوهم لمثل هذا الفعل اللا معقول لدرجه ان هم تؤدي بعد كده لفقد الحياه. تمام، خلينا نتكلم على العمر او بدايه مرحله المراهقه علشان في خلط كبير جدا في عقول الاباء والامهات على تحديد مرحله او سن المراهقه. انا عندي المراهقه بتبدا من سن 9 سنين لحد 18 سنه. فالناس لما بتسمع واقع 9 سنين يقول لك ده طفل لسه. حتى يعني في سياق الكلام ان احنا بنشمل الاطفال، لكن لو شفتي الترند او التحدي ده بداية من وقت ما ظهر هو كل الـ الأطفال الضحايا هم واقعين في المرحلة العمرية اللي هي من 10 سنين و11 سنة بالظبط. فبالتالي أنا عندي هنا مرحلة حساسة جدا، مرحلة اللي بيعمل أي تحدي هو بيستغل فكرة إن أنا عايز أثبت وجودي. المراهق دايما بيكون على أعتاب فكرة إن أنا كبرت، أنا شاب، أنا مسؤول عن قراراتي، عايز يقول أنا موجود بالظبط. فبالتالي هنا غياب دور الاسره في ان انا ادي لابني مساحه من الحضور واثبات الذات واثبات الراي والكلام ده كله بتكون غايبه. فلما بيجي تحدي زي ده او لعبه الكترونيه بيحس فيها بالتنافس وان هو في مجال ان هو يثبت نفسه، بتلاقيه ان هو مبادر جدا، متحمس قوي ان هو يعمل التجربه دي. وخصوصا زي ما ذكرتي في كلامك لما بلاقي ان في ناس بتعملها،
فده بيشجعني، طب ما خصوصا من ان ضمن الضحايا الحقيقة كان الطفل أو المراهق زي حضرتك ما قلتي بقى أدهم. المشكلة بتاعت هذا الطفل إن كان عنده 2 من صحابه عملوا هذا التحدي وفقدوا حياتهم، يعني مش صحيح إن هما لقاهم نجحوا. طب إزاي واحد يقدم على هذه الخطوة وهو شايف بالفعل إن في 2 من صحابه يعني توفوا علشان عملوا هذا التحدي؟ لفكرة. أو عموما الإنسان دايما بيكون شغوف ناحية تكرار التجارب اللي هي من وراها لفت انتباه أو فيها فكرة الانبهار، زي في جسر موجود في أحد الدول الأوروبية، الجسر تحتيه مية وشكل الطبيعة من حواليه خلابة جدا، إلا إن هم لقوا إن الجسر ده هو بيحقق أعلى نسب حالات الانتحار، لأن المنتحر حب الشكل اللي بيموت فيه الحالة اللي سبقته. انا عايزه اموت الموتة دي علشان كانت ملفته عايزة قوي أموت والناس الموتة دي وقفت. عشان كانت ملفتة. هل ممكن فكر يوصل لهذه المرحلة؟ ما انت الى حد فكره الموت وخساره النفس ما فيش تفكير بعدها، ايه هو طب هيكون التفكير؟ إيه اللي انا عايز اخر مشهد تنتهي أتعامل عليه إزاي مع حياتي. أولادي عشان ما يوصلوش لهذه المرحلة، أو إن أنا أتعامل معاهم إن هم يعرفوا؟ يعني أنا مش متخيلة لحضرتك بتقولي الحقيقة. فكرة إن أنا بوعي المراهق عن المرحلة اللي هو بيمر بيها دي هتسهل عليا كتير جدا، كوني إن أنا أكون ولي أمر مستبصر بخطورة المرحلة دي وبتعامل معاها، مش إن أنا بلجم وبقيد وإن هو غلط، كل حاجة غلط 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 من وجهة نظري، دي بتخلي المراهق عنده إصرار أكتر لتحدي ولي الأمر اللي هو أنا هثبت لك بقى إن أنا على صدق أو على صواب، فبالتالي بتلاقيك بتخشي معاه في دايرة من الجدال ومن الصراع لا تنتهي. لكن ان انا بقعد مع المراهق واقول له ايه هي المشاعر وايه هي الانفعالات اللي بتبقى موجوده في المرحله دي عشان يكون اكثر استبصارا بيها، هتبقى بتهدي لي نفسيه المراهق وهتطمنه من ناحيتي، اللي هو انت يعني بابا مش داخل يفرض علي امر، بابا طب داخل عايزين عشان نعرف كمان ينصحني نفسية بالطريقه. المبتكر، مش عايز أقول عليه مبتكر الحقيقة لأن بيبتكر حاجة كويسة، بس اللي بيعملوا مثل هذه التحديات، يمكن اللي كان عامل موضوع الاختناق بالحزام وكده كان عملوا معاه بعض اللقاءات بعد كده، قال إن هو عنده مشكلة مع الأطفال وقال إن هو العالم هيبقى أفضل بدونهم وحاجات غريبة جدا. صحيح. نفسيات الناس دي بتبقى شكلها إيه؟ بيبقى فكرهم إيه؟ بيبقوا عايزين يوصلوا إيه؟ انت في عندك يعني اضطرابات كتيره جدا بتشمل منها الاضطرابات اللي هي الاضطرابات الساديه او اللي هو اللي بنسميه السايكوباتي، اللي بيتلذذ بتعذيب الاخرين وتعذيب ضحاياه لاخر وقت، فانت ممكن تكون ده على احد او على راس القائمه من المضطربين اللي بيصنعوا التحديات دي، او الألعاب الإلكترونية اللي هي فيها زي ما ذكرتي الحوت الأزرق أو لعبة مريم اللي هو بيمشي فيها ليفل التحديات توصله في الآخر للموت. وزي ما قلت لك برضو في الأول إن أنا هستغل نقاط الضعف اللي موجودة في الضحية علشان خاطر إن أنا أوهمها وأخليها تبقى مسحوبة وماشية ورايا طب آخر وكأني حاجة بس بتخادع. عشان نستثمر وجود حضرتك، إزاي الأم والأب ياخدوا بالهم إن هم يراقبوا من دخول ولادهم على الإنترنت وإن هم يشاهدوا مثل هذه الفيديوهات، وفي نفس الوقت ما يعتبرش إن أنا بلغي شخصيتهم وهو عايز يقول أنا موجود، فإزاي أعمل المعادلة دي؟ لازم يكون من خلال نقطتين أساسيتين، أول نقطة إن أنا يبقى في حدود أصلا لتعاملك مع المواقع الإلكترونية عموما من بداية إن أنا بديله الموبايل، يعني في رولز إحنا ماشيين عليها، ممنوع إن أنت تنزل أي أبلكيشن أنا مش موافق عليه، ممنوع إن أنت تلعب أي لعبة إحنا مش متكلمين قبلها ونشوف إيه اللعبة دي دايرة على إيه أو السن المسموح ليها إن هي تلعبها، في محاذير من ورا ان العالم اللي حواليك مش عالم خير قوي زي ما انت متخيل، الا ان في واقول له الوقايه هنا خير من العلاج، ان انا هقول له ايه النماذج من الالعاب والحوادث اللي يعني ممكن تكون اعرفه، مر في ناس بيها. بتخاف ان هي طبعا تعرف ولادها، انا لا اعرفه. لا 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 لا، ده انا هعرفه علشان خاطر يبقى في استبصار ان الطريق اللي انت هتبقى ماشي فيه الخير والشر هنا كده وهنا كده. تاني نقطه ان انا لازم مش هتبقى فرض، انا بخاف عليك ده من باب انا واثق فيك وكل حاجه، بس من باب ان انا خليني جنبك دايما بخطوه. يعني ايه؟ يعني ممكن ان انا انزل ابلكيشن اللي هو فاميلي لينك اللي جوجل عاملاه، او ان انا احذف المواقع من خلال اشغل نظام السيفتي او ادخل على السيتنج بتاعت اليوتيوب وجوجل المحرك اللي هو البحث عن الالعاب او عن التحديات، واحذف من عليها اي حاجه غير كل حاجة لائقه انا غير خايف لائقة. ابني.
يتعرض ليها. ليه يا بابا بتعمل كده؟ حبيبي انا خايف عليك، فانا موجود هنا جنبيك دايما بخطوه. يعني اهم حاجه الحوار والمكاشفه طبعا في مثل طبعا. هذه الملفات. شكرا يا دكتور الحقيقه الدكتوره سهام حسن، اخصائي نفسي وتعديل سلوك الاطفال. بالتاكيد موضوع مهم جدا وخطر جدا يا ايه. انا بيصيبني الذعر حقيقي لما بسمع حاجات من هذا النوع، بس يعني احنا بنتكلم في سن 10 سنين، 10 سنين دلوقتي غير 10 سنين على ايامنا، يعني الطفل في السن ده ما بقاش الطفل، يعني اسمحي لي انا هختلف شويه مع الدكتوره قالته، الطفل في السن ده ما بقاش من السهل انك تمنعيه، ممنوع ده وممنوع ده، انت بتثيري فضوله وهيفتح الابلكيشنز دي وهينزل الحاجات دي، لو مش من على تليفونه من على تليفون اي حد، هو بيروح مدرسه إيه؟ وبيروح النادي وهيفتح وهيشوف وهيدور على طريقه يوصل بيها للموضوع. انا افتكرت وانتوا بتتكلموا موضوع السوبر هيروز، الاطفال الصغيرين كانوا بيقلدوا مثلا سوبرمان فينط من الشباك فرافيره. انا بشوف انه الطريقه الافضل، لان انت مش تفضلي تمنعي طول الوقت، هو هيدور وهيعرف، انك تتكلمي معاه اكتر وقت ممكن، تغذي عنده مخه بافكار بعينها، انه يعني فاهمه قصدي، يعني افكار بعينها زي الحياه غاليه وما ينفعش نقلد كل اللي نشوفه، نتكلم بس ما نمنعش. يعني ده رايي الشخصي، انه المنع مش وسيله، لانه كده كده هيعرف يوصل للي هو عايز يشوفه، خصوصا انه 10 سنين و9 سنين و8 سنين ما بقوش الاطفال عنه. بتوع زمان ما بقوش الطفل دلوقتي. اللي مش عارف حاجه اللي بنقول له طب لما تكبر هنقول لك، هو بيدور ويعرف وهيسال. بالتاكيد خلي بالكم من اطفالكم، ربنا يا رب يحفظنا جميعا.